حففته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت لهم ولهم أول بيت رضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله وودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فقالوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ مبيضة وجوههم حولي في الجنة
وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه. يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل. ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش دبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغير مولود. فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناقثين والقاسطين والماردين. ولما قضى صارخ ويضج
الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا دخل من العترة الهادية سيدي سيدي ضاقت إليكم قلوب العاشقين قلوب المحبين يا مولاي أين بقية الله التي لا تخلو من الأثرة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمات أين المنتظر لإقامة الأمت والأواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبلية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصل فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمرداة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معزى أين جامع الكلم على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين معلم شمل الصلاح والرضا أين الطالب بلحور الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن المجباء الأكرمين يا ابن الهدعة المهديين يا ابن الخيرة المكذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائم المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماطمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرات
السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضعة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه هل يتصل يوم
الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوالا وعقابا وأبرت العتاة وجعلت الحاح وقطعت لامر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين شاف الخرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والأولى نستكفي
فاصرفها عنا بجهود رجلك. واستنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويان هنيئا سرائرا لا ظمأ بعده يا الله.